أذهب بالحديث للمناظرات. إحنا بنتكلم تقريبا بدأت المناظرات الانتخابية مع جون كينيدي وريتشارد نيكسون 1960، أصبح التقليد شبه ملزم من 1976. هل يمكن أن تشهد الانتخابات المقبلة عدم إجراء مناظرات انتخابية برأيك يا دكتور؟ أنا أتوقع أن المناظرات الانتخابية أو الرئاسية لن يكون لها التأثير كما بدأت مع جون كينيدي ونيكسون مثلا في التوقيتات دي. إحنا شفنا على سبيل المثال هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في 2016 كانت الأعلى مشاهدة في العالم. ده حقيقي. بس 80 مليون. ده حقيقي. لأنها كانت أول مرة كان الناس تختبر ترامب وتشوف أداؤه السياسي. فكان هو جاذب للناس. لكن لما ترامب ما حضرش المناظرات للحزب الجمهوري كان بيحقق مناظرات أو مشاهدات أعلى على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي هذه المناظرات كانت باهتة. وبالتالي بايدن وترامب لو راحوا المناظرات أنا أفتكر أن الطرفين هيخرجوا عن الحدود المعترف بيها في إدارة المناظرات، وكلا الطرفين ربما ما بيرغبش أن هو يواجه الطرف الآخر. ربما ترامب يحب صرح بذلك يعني. يحب قوي. من الواضح أنه بايدن هذه المرة ليس لديه رغبة يعني. ليه؟ لأن بايدن في لاجنج كده، الشخصية مش قادرة تاخد قرار في المناظرة سريع. أقول اللي أنا في دماغي بيترجم في كلامي، لأنه ممكن يطلع بره الكلام اللي هو المفترض إن هو يبقى مؤثر، لكن ممكن تبقى المناظرات دي ضده مش معاه. لأن هم يعني البيت الأبيض أو الحزب الديمقراطي يعرف أن في علل صحي واضح بالنسبة للرئيس بايدن، وأن ده خطورة على أن بايدن ممكن يعني في بعض المرات البيت الأبيض قال إن هو لما كان قاعد مع مودي رئيس وزراء الهند كان بيتكلم في أسرار تخص الدولة الأمريكية مع رئيس وزراء الهند، وبقوا مرعوبين. الراجل عمال يحكي حاجات عجيبة يعني بيقول كل حاجة، فهو خايفين إن هو يطلع المناظرات وممكن يكون في وضع صحي مش متزن يطلع أسرار أو يقول كلام خطير. بالحديث عن مسألة الوضع الصحي لبايدن دكتور، وإلى أي مدى رأي العام يعني الأمريكي طبعا يرى هذا الأمر، برأيك ما هي نقاط القوة وضعف لدى كلا المرشحين؟ هو ما زال ترامب أكثر حضورا من بايدن بشكل كبير، يعني في بعض التجاوزات بالنسبة لترامب ولكن ليست مقبولة بالنسبة للمواطن الأمريكي طبعا الأبيض بالذات. صحيح صحيح. لكن بالنسبة لبايدن في يعني أمور يبان أنه هو مش فت يعني مش سليم بدرجة ان هو يكون رئيس لأمريكا. في خوف من ده. وعلى فكرة يعني انا ساعات بقرأ في مشهد حاكم ولاية كاليفورنيا نيوسوم ان هو ممكن يكون المرشح البديل اللي ممكن يجي على الورقة في ثانية، يعني ده وارد. يعني كاميلا هاريس هي موجودة في حالة أزمة صحية، لان هما الاتنين طالعين على الورقة خلاص، يعني بايدن وكاميلا هاريس. لكن هذا هو المرشح الكنز بالنسبة للديمقراطيين، حاكم ولاية كاليفورنيا، وهو على فكرة في علاقة قرابة ونسب مع نانسي بيلوسي. فجذور الحزب الديمقراطي غالبا بدأت تتفق على أن نيوسوم من الناس اللي هم جاهزين في دكة الاحتياطي. هل بنتحدث عن دورة 2024؟ وارد وارد. ممكن ده يحدث فجأة. الدليل على ذلك إيه؟ إن هم عملوا مناظرة بين حاكم ولاية فلوريدا وحاكم ولاية كاليفورنيا، يعني ديسانتس ونيوسوم، والاثنين اتكلموا في قضايا ما بتخصش الولايتين، بتخص الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد وفي السياسة الخارجية، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حتى نيوسوم في احتفال عيد الميلاد لم يضيء الشجرة حزنا أو مش حزنا، نقدر نقول تأثرا بأن الرأي العام في كاليفورنيا يعني مش قابل فكرة استخدام القوى المفرطة لدولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. فده كان علامة على أن يعني نيوسوم وديسانتس يعني كانوا بدأوا يعبروا عن توجهات للحزبين أو توجهات للشخصين في التعامل مع قضية مصيرية زي قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اللي أظن أنها سيكون لها تأثير كبير في الولايات المتأرجحة من المرات زي ميتشيغان طبعا وفلوريدا أيضا. من المرات القليلة جدا أنه يكون في قضية خارجية تؤثر على رأي العام أو تؤثر على رأي المواطن الأمريكي. عادة القضايا دي لا تهمه يعني. دي جديدة في الانتخابات الجاية، لأن كانت القضية الفلسطين أو قضية الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي أو أي قضية خارجية دكتور ما كانتش موجودة بهذا الشكل المرعب، ربما يعني اللاتينوز والمكسيكو لا
دي موجودة أخرى. دي موجودة ليه؟ دليل على ذلك ان الجامعات الكبيرة زي بيركلي وييل وجامعة كليرمونت، عندنا في كليتين برضو بيتسر وبومونا كوليج، يعني دي كليات معروفة انها كليات الاغنياء في الولايات المتحدة الامريكية، اللي هو خريجينهم بيذهبوا الى مراكز صنع القرار في واشنطن. الناس ديت وكولومبيا طبعا في حالة حراك داخل الشارع الامريكي من الطلبة وفي من الاساتذة، دي لها تأثير على الانتخابات الجاية، وحكون فيها تأثير على بايدن كمان، لأن بس للأسف يعني بايدن وترامب الاثنين مش عندهم موقف واضح لدعم القضية الفلسطينية بشكل كبير، ولكن الرأي العام الأمريكي أو رأي الطلاب في أمريكا بالظاهر أكيد لهم رأي مختلف، ولكن ده ممكن يبدو في التصويت. ولاية ميتشيغان معروف أنها ولاية متأرجحة، ولكن العرب الأمريكيين هناك بصراحة في موقف صعب، هل هيدوا بايدن ولا يدوا ترامب أو يدوا المرشح الثالث؟ أنا أفتكر أنه ممكن يدوا المرشح الثالث أو ما يصوتوش للاثنين، وبالتالي هذه الولاية ستكون برضو نتائجها مثيرة للاهتمام. هل ممكن نشوف على حسب كلام حضرتك أنه يمكن أن نرى نتائج انتخابات مختلفة، بمعنى نسب أقل في التصويت ربما؟ يعني ده وارد، ده وارد بشكل كبير، وخصوصا أن الـ يعني الرغبة في قبول المرشحين مش جامحة، أو أن الأمريكيين مبسوطين من المرشحين. يعني الأمريكيين لو جيت سألتهم في برايفت أو في قاعدة جلسة خاصة، ولا مبسوطين من ترامب ولا مبسوطين من بايدن، يعني كان نفسهم يشوفوا حد تاني، وجه جديد، تكرار سيناريو 2020 قدامهم تاني بيدولهم إحساس بالملل، وكان في تحدي على أنهم يطعنوا على التصويت بالبريد، ولكن المحكمة الدستورية مثلا في تكساس رفضت هذا، لأن ده جزء من ميراث تعودوا عليه لسرعة إنهاء النتائج في الانتخابات، وبدأ يبقى موجود في الثقافة الأمريكية التصويت عبر البريد. ده تحدي، لأن هل المرشحين يعني عندهم حظوظ أو شعبية بين الشعب الأمريكي؟ لا، يعني كان نفسهم يشوفوا حد تاني. ده برضو تحدي في الانتخابات دي برضو، يعني الانتخابات الأمريكية اللي جاية دي فيها تحدي كبير في السياسة الداخلية في السياسة الخارجية، يعني أمريكا رايحة فين. ولكن ما أفهمه جيدا أن الدولة العميقة بتعتمد سياسات دعم أوكرانيا، للأسف دعم دولة الاحتلال، مواجهة الصين ودعم تايوان، فأي رئيس هي ثوابت يعني فأي رئيس قادم في البيت الأبيض مش هيقدر يغير، ولكن هيكون في تحدي جاي على أنهم ضرورة حل القضية الفلسطينية.